عطيه بعدا كي الهبطه راه ما دارش شي جيست خايب، حيدتوني وهزو. وعلاش هزتوني بحال هكا؟ لقاش مين دخل والجمهور تيعير فيه وتيسب فيه، هو باقي صغير ما قدرش يصبر، ولكن ما دارش شي جيست خايب. ولكن المسؤول هو داك السي الابراهيمي، زعما راه بعقلك وانت مسؤول، ما خصك تبصق وكاع الجمهور يشوفك. انا تيبان لي راه المسؤولين الكبار هما اللي تيتسبوا في الشغب ديال الجماهير، المسؤولين الكبار والصفحات ديال شي ديال الفيسبوك هما اللي تيشعلوا، هما الناس ديال الجمهور ديال الراجا ولا ديال الوداد ولا كاع الجماهير المغربيه تدخل تفرج كره اللي ما تستفزتيهاش راه ما غتجبدكش، وعندهم روح رياضيه وخصوصا الجمهور ديال كازا. الهبطي راه هزتوني دار لهم ها، قال لهم زعما انا هو الهبطي، فهمتي؟ ما دارش شي حاجه خايبه، ما دارش شي جيست خايب، راه تعرفوا شي لعابه داروا دي جيست خايبين كاع غير اخلاقيه كاع، وما ما دارش عليهم الضجه هذه. انا كيبانوا لي بجوج غالطين، كيف قلت لك المره الاولى الدري ود المدرسه ما خاصوش يدير هذاك التصرف، والمسؤول حتى هو ديال الابراهيمي ما كانش يدير ليه هذاك التصرف ديال الدفل عليه، وهذه راه اي واحد ما غيتقبلهاش. بجوج خاص بجوج يتاخذ فيهم واحد الحق ديال شويه ديال العقوبه باش يكونوا نموذج لوحدين اخرين. لاعب الهبطي لاعب سابق لفريق الرجاء البيضاوي، فريق الرجاء البيضاوي والام فريق الام ديالو، يعني من سجل الاصابه الفريق جيش على الرجاء البيضاوي احتفل بديك الطريقه مستفز استفز الجمهور، وما هو ما كانش يتصرف بحال هكاك، لان حيت عنده الا كان واحد النسبه ديال الجمهور ما تتبغيش ولا كتشتمو واحد 500 ولا 1000 عنده اكثر من مليون ديال الجمهور كتبغيه. والسي الابر الابراهيمي حتى هو ما كانش يتصرف بحال هكاك، هو ما نصبزق عليه ما كانش يبزق عليه، هذاك تيبقى لاعب ودري صغير وكاين ديك لجنه الاخلاقيات يعني غادي تادبوا، يعني هذا الشيء ما خصوش يكون في البطوله ديالنا، البطوله ديالنا نقيه وبطوله احترافيه، خصنا نزيدوا قدام خصنا نرجعوا للور. والله يدي ما خلق هادشي ما كاين، منو على يدي بحال ما هذيك، هو دابا مسكين باقي صغير باقي ما عارفش، وجيت هبطتي انت من المعنى صاحبتي عنده بديتي تفلتي على الدري مسكين باقي لا مخلب يدي، عنده والديه عنده خوتو ها كيخافوا عليه، ولا دابا كيخرج بالبوليس كيدخل بالبوليس حشومه عليه صح، اصلا يديروها بحال ولدو ولا يديروها بحال خوه، هبط ليه من المنصه هو باقي دري مسكين شاب صغير، هبط ليه من المنصه طفل عليه، اصلا هو ما كيموش على التوني كيموش على الوداد وديما وداد، واصلا راه كندير لهم مكانه ديال باش يمشي للفريق الراجا، حيت هذيك الساعه ما كان عنده حتى شي فريق ومشى لعب معاهم، اصلا هو ودادي وديما وداد. ونقول لكم واحد العيب هذا جوينا سمحوا لينا، ولكن هم ترى ما كيموتش عليكم كيموتش على الله وقود الوداد. فريق الرجاء البيضاوي راه الجمهور ديالو كيتعد بالملايين، يعني ما خصناش نديروا هذه الافعال الصبيانيه، ان ناطق رسمي يدفل على لاعب ويعاود يسبوا او يدفل ويعاود اللاعب تاوين يبادلوا بنفس العمل، اذا ما بقاتش كره القدم هذه، غادي نوليو مشادات. وصراحه فراهما قدوه للجماهير كبيره وقاعده كبيره للنادي الرجاء البيضاوي، ماشي واحد انسان عادي داز سب واحد او عير ولا اخر وتفاك القضيه، لا راه كتولي قدوه للناس اخرين غيبداو يديروا كثر. لهذا كنطلب من مسؤول فريق الرجاء البيضاوي يضبطوا الاعصاب ديالهم، وحنا الحمد لله راه عائله رجاويه خاصها تبقى محترمه نفسها وتكون قدوه للجماهير ديالها، لان عندها قاعده كبيره لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد القاري ولا على الصعيد العالمي.